جولتنا النهاردة تبقى في الحي السكني R7، وده بناء عن طلب أحد المتابعين لينا على القناة في كومباوند لسالة العاصمة الإدارية. الكومباوند هنا مميز جدا يا جماعة، حيث يقع الكومباوند في قلب الحي السكني R7 بالتحديد في القطعة F4، وهي تعد إحدى الأحياء المميزة جدا بالعاصمة الإدارية، بجوار بقى المستشفيات والمدارس والبنوك. ويقع الكومباوند أيضا بالقرب من عدة مناطق مثل القدرائية وحي السفارات والوزارات والحي الحكومي، وهو أيضا قريب جدا من النهر الأخضر. يعني عندك في مميزات كبيرة جدا في الكومباوند، في اللوكيشن بتاعه. الكومباوند هنا عبارة عن شقق ودوبلكس وفيلل. الشقق بتبدأ من مساحة 126 متر حتى 160 متر مربع، والدوبلكس تبدأ من مساحة من 200 متر حتى 250 متر، والفيلل من 250 متر ل 300 متر. يعني انت عندك مميزات جدا في المساحات بالنسبة للكومباوند. وزي ما انتوا شايفين كده، ده شكل الشقق والعمارات، وزي ما قلنا هو بيبعد عن الكنيسة تقريبا 3 دقايق، وبيبعد عن فندق الماسة تقريبا 5 دقايق، وقرب جدا من مسجد الفتاح العليم يعني 10 دقايق بالظبط. فانت عندك لوكيشن مميز جدا، وعندك كذا مدخل للكومباوند، 3 بوابات. دي بوابة رقم 4 بتدخلك من عند العماير اللي هي الشقق، وده منظر البوابة. وبرضه هنخش كده جوه شوية نشوف المدخل، حاجة مميزة جدا. وده ماكيت الكومباوند، دي منطقة ماكيت الفيلل. هنا هنخش من عند البوابة الخاصة بالعمارات السكنية، وده عن أرض الواقع بقى، عشان كل يقول لك يا جماعة المشاريع، لا المشاريع قايمة وشغالة ومتشطبة، مشاريع كتير جدا في الأرصفة بالذات. يعني زي ما انتوا شايفين كده، التشطيبات الخارجية 100% خلصت من معظم العمارات، والداخلية بقى بس شوية حاجات في الطرق كده هيتم رصفها، ودي حاجة يعني سهلة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده، ده على أرض الواقع، يعني كله حاجة مميزة جدا. ودي البوابة بتاعة الكومباوند زي ما انتوا شايفين كده، ده النموذج العمارات، حاجة مميزة جدا الصراحة يعني. ومن ضمن المشاريع هنا اللي في الار سيفن اللي هي خلصت يعني. عندك الخدمات هنا بقى في الكومباوند عالي جدا، يعني من الناحية الأمنية ال 24 ساعة سكيورتي، وجوه الكومباوند في مساحات خضراء ومناظر طبيعية، بالإضافة كمان الشوارع الخارجية للكومباوند أعمال الأسفلت زي ما انتوا شايفين كده، يعني الناس شغالة فيها. وبالفعل يعني في طرق خلاص اتعملت اهي، ده الأسفلت تمام، باقي بس الناحية التانية شغالين فيها دك ويعملوا أسفلت برضو. يعني انت عندك أعمال الطرق خارج الكومباوند شغالين فيها، وبالفعل اهو احنا يعني ماشيين على الاسفلت اهو يعني. ودلوقتي هنشوف كده البوابة الخاصة بالفيلل والدوبلكس. دي بوابة خاصة بالعمارات، وأيضا الفيلل والدوبلكس ليه أكثر من بوابة، ودي حاجة برضو مميزة جدا لسهولة الدخول والخروج. الناحية اليمين في أسفلت، والناحية والطريق العكسي أسفلت. يعني دي كانت جولة كده، يا رب تكون عجبتكم إن شاء الله يعني. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.